للمقادير عندي 375 جرام من الزبدة يفضل انها تكون ساقعة ومتقطعة مكعبات، 500 جرام من الدقيق بيضة واحدة، واحد باكت بيكنج باودر او معلقة كبيرة، معلقتين صغيرين فانيليا سايلة او بودرة، 75 جرام من السكر البودرة، 75 جرام من العسل الابيض. للحشو هحتاج مربى، يعني عادة هي بتتعمل بالفراولة لكن لو انتوا عايزين تستخدموا اي نوع تاني مفيش مشكلة. وللتقديم عندي سكر بودرة وعندي نعناع. هنعمل ايه؟ هنعجن العجينة. اول حاجة هحط على الدقيق رشة الملح وهحط عليه البيكنج باودر، بعد كده هحط هنا البيضة على الفانيليا، هاخد الزبدة هحطها في العجان، يفضل تكون ساقعة زي ما قلت لكم متقطعة مكعبات، هحط عليها سكر البودرة، نشغل. هنا مش عايزة اضرب قوي بقى لحد ما الزبدة تبتدي تسيح، مش عايزة اعمل كده. هنزل عليها البيضة اللي بالفانيليا، يعني نشتغل بسرعة شوية بحيث انها ما تسحش مني قوي وتسخن. وهنزل العسل الابيض، وبعدين هجيب الدقيق اللي احنا اديناه له رشة الملح والبيكنج باودر وابتدي انزله هنا. هنا بقى اول ما انزل الدقيق هراقب انه اول ما يبتدي الزبدة تتفكك في الدقيق ويبقى عامل زي لم بس خلاص. بصوا المرحلة دي، هوب، هي دي المرحلة اللي عايزة اوصلها، مش اكتر من كده، مفرولة لكن ضمة على بعضها اهي. بصوا اهي شايفين ما بتلزقش في ايدي، ماسكة في بعضها بس مفرولة وطرية. هنعمل ايه؟ هنلمها بايدينا من غير ما نعجن، نكيسها بالبلاستيك راب كويس جدا ونشيلها في التلاجة لمدة ساعة. هتطلع وهي يعني يستحسن ان احنا نشتغل بيها وهي ساقعة الحقيقة. هنعمل حاجتين، حاجة احنا عملناها اصلا عشان نكسب وقت، فردناها في الطبق وحطينا عليها ورق زبدة، حطينا عليها تقلات ودخلناها اتخبزت في الفرن لمدة تقريبا ربع ساعة، طلعناها شلنا منها التقلات. وبعدين هناخد بقى جزء تاني من العجينة اللي احنا اصلا كنا برضو مجهزينها اللي هي دي، بس سيبناها تستريح. اهم حاجة في التلاجة لان لازم لما نشتغل بيها تكون ساقعة. عادي جدا ان هي تكون بتتفرول وبتتقطع منكم كده، ده معناه ان هي هتبقى بتدوب في البق، لو ما عملتش كده تبقى هتبقى ناشفة شوية واحنا مش عايزين النتيجة الناشفة دي. انا هجيب القطاعة اللي هي بتاعت البيتزا دي او بتاعت الباستا وهبتدي اعمل منها شرايط، وناخد المربى ونحط نحشي هنا بالمربى، وبعدين ناخد من العجينة اللي احنا عملناها ونبتدي نرفع كده بالراحة عشان ما نبوظش الدنيا، لان هي زي ما قلت لكم حساسة جدا جدا، بس لو اتقطعت مني بايدي بمسكهم في بعضهم مش حكاية يعني. ناخد كده طبعا عندنا كده يعني لمدة 10 دقايق يا دوبك، الفوق ده هياخد لون وكل حاجة احنا عندنا اصلا مستوية.